فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في البلاد الغربية يوجد بعض المساجد في مباني مستأجرة، وتقام في هذه المساجد الصلوات الخمس والجمعة، ومع ذلك يرى بعض المسلمين ممن يسكن بجوار هذا المسجد ويرى أنه لا تشرع الصلاة فيه لأنه مبنى مستأجر وليس ملكا للمصلين، فهل كلامه هذا صحيح؟ لا، ما يريد الصلاة مع الجماعة، يلتمس لنفسه العذر، يلتمس لنا. من قال له أنه ما يجوز الصلاة في مكان مستأجر؟ من قال له هذا؟ يجوز الصلاة في أي مكان يهيأ للصلاة، مستأجر أو غير مستأجر. والاستئجار هذا للحاجة والضرورة في بلاد الكفار وبلاد الغرب، هذا عمل طيب، لكن هذا ما هو مصلي مع الجماعة، ما هو مصلي نبذ، يلتمس لنفسه هذا العذر.